خالد المليتي باش يقترب مع خالد المليتي، وصل له كره خالد المليتي مرفوعه مرفوعه والراسيه من امير العكروت عالي. 46 دقيقه 40 ثانيه، كره العكروت عاليه على مرمى الحارس حسين البجاوي، يتواصل التعادل في هذا الشوط الاول. حسين البجاوي ثم ملاحظه كذلك مهمه، وان النادي الافريقي في 3 انتصارات حققها لحد الان يسجل في الشوط الثاني. صحيح. صعوبة تسجيل الأهداف في الشطر الأول للمباراة لحد الآن، والفرنسي لوشونتر مطالب بإيجاد الحلول. في المقابل نجاح تكتيكي كبير بالنسبة لترجي جرجيس في هذا الشوط الأول، ومدربه شهاب القادري لحد الآن يفرض التعادل في هذا الشوط الأول ويتحكم في المباراة بشكل جيد. صحيح، لعب بطريقة ذكية. أو أمامكم مدرب ترجي جرجيس. صحيح، معنا عرف كيفاش معنا ينجح في احتواء قوة النادي الإفريقي اللي على الجهة اليسار، معناها بالرغم اللي حمزة الأدب معناتها حصد شوية تعب لأن زهير كان متفوق عليه من ناحية السرعة، لكن لحد الآن استماتة كبيرة، خاصة سيكو في المحور الدفاع قاعد يقدم في مقابلة كبيرة ياسر. إذن مشاهدينا الكرام، نهاية الشوط الأول، نلقاكم بإذن الله مع مطلع الشوط الثاني من لقاء الإفريقي والترجي الجزائري. ما تغيروش المحطة، مازال أمامنا شوط ثاني كامل لمتابعة لقاء واعد بالتشويق بإذن الله. مشاهدينا الاكرم، نجدد لكم التحيه مباشره من الملعب الاولمبي بالمنزه، لقاء النادي الافريقي الترجي الجرجيسي، لقاء متقدم بحساب الجوله السادسه من ذهاب الرابطه المحترفه الاولى. الشوط الاول تركناه على نتيجه التعادل السلبي بين الفريقين رغم وفره الفرص، وكذلك بدون تغييرات تذكر على تشكيله الفريقين: حسين البجاوي، حمزه الادب، هشام عباس، سيكو ديمبي، انيس الوحيشي، الاسعد الورتاني، دياكيتي، مروان الغول، مجدي الخويدي، سفيان المقعدي، طارق الزيادي. هذه تشكيله الترجي الجرجيسي اللي خاض بها الشوط الاول. في المقابل الافريقي بعادل النفزي، بلال العيفه، مهدي مرياح، محمد البشتوبجي، خالد السويسي، كريم العواضي، خالد المليتي، وسام السلامي، حمزه المسعدي، امير العكروت، وزهير الزوادي. هذه اذا تشكيله الافريقي اللي خاض بها المباراه في الشوط الاول، مؤكد جدا ستاتي تغييرات، وهذه اعاده مشكورين الزملاء على هذه الاعاده لاهم الفرص، كانت انطلاقه الزوادي من الجهه اليسرى وتدخل انيس الوحيشي لقطه طالب على اثر الافريقي بضربه جزاء. بعض الفرص كذلك الواضحه كانت لترجي جرجيس، بكل امانه لانه ترجي جرجيس لعب كذلك بشكل جيد دفاعا وهجوما، وكان قادر على مغالاه الدفاع الافريقي في 32 دقيقه لعب، لما سدد طارق الزيادي كوره على يمين الحارس عادل النفزي اصطدمت بالقائم الايمن وضاعت الفرصه للترجي الجرجيسي. امامكم اذا بعض الحوارات الجانبيه هنا لحكم المباراه نصر الله الجوادي مع اللاعب زهير الزوادي. منتظر كذلك تغيير في تشكيله الافريقي ما بين الشوطين. شاهدنا اذا المويهبي يقوم بالعمليه الاحمائيه ربما استعدادا لاقحامه في تشكيله الافريقي بحثا على الحلول الهجوميه اللي غابت في الشوط الاول، قلت رغم وفره الفرص. يتلعب اذا الشوط الثاني في هذه اللحظه بالذات، الكره للافريقي تعود من السلامي للجهه اليمنى للعيفة، ثم تعود لخالد المليتي والعواضي، يلعب كره لليسار في اتجاه مرياح، في اتجاه مرياح عكروت، متابعة من الجهة اليمنى لدفاع الترجي الجرجيسي. عكروت يراوغ ولو الثانية زايدة، تمشي الكرة ضربة مرمى لصالح الترجي الجرجيسي. لقاء يستقطب جماهير من كل الأعمار كما تشاهدون على الشاشة، إذا هذا الطفل الصغير وأعداد محترمة في مدارج الملعب الأولمبي بالمنزل، سواء من جانب الإفريقي كعادتها جماهير الإفريقي حاضرة بأعداد قياسية، وكذلك جماهير ترجي جنوب اللي رافقت الفريق في هذه الرحلة الشاقة والصعبة في ملعب المنزه، رغم أنه مباريات ترجي الجرجيس والنادي الإفريقي غالبا ما تتسم بالتشويق والمنافسة الكبيرة. نتذكر آخر لقاءات الفريقين كان ذات ماي من سنة 2008 بملعب 7 نوفمبر بيرادس، لما فاز الإفريقي 2-1 بصعوبة كبيرة وفاز بالبطولة، رغم أنه ترجي الجرجيس ما كانش معني بالنتيجة في مباراة غاب عليها الرهان بالنسبة لترجي الجنوب اللي غادر وقتها قسم النخبة. طارق الزياد ينطلق من اليسار، يعود الدفاع عن طريق بلال العيفي، يحط كرة في التماس. نلعب اذا الدقيقة الأولى من هذا الشوط الثاني. كيفاش ترى عبد المجيد هذا الشوط الثاني؟ تقريبا نشوفوا نفس المشهد، النادي الإفريقي هاجم يحاول باش ينوع معناتها اللعب نتاعو خاصة على الأطراف، لأن علاش في محور الدفاع بصراحة التمركز الترجي جيد، سيكو والوحيشي معناها قايمين بعمل كبير على مستوى محور الدفاع، ما خلاوش مساحات للاعب
مهاجم النادي الافريقي، ولهذا نتوقعوا بالنسبه للنادي الافريقي لابد كما قلت يسرع اكثر، لابد الاطراف مهدي مرياح وبلعيبه يساعدوا اكثر باش يحاولوا يخلقوا هذاك معناتها العدد الاكثر تفوق العدد التفوق العددي في الهجوم، وربما باش خاطر ما تعرف لما تجد قدامك دفاع مكثف وسط ميدان معناتها في العديد من اللاعبين، الحل الوحيد هو باش تلعب الاطراف وتسرع في اللعب، وهذا المطلوب بالنسبه للنادي الافريقي. 47 دقيقه لعب اذا في هذه المباراه، نلعب الدقيقه الثانيه من هذا الشوط الثاني، التماس لصالح الترجي الجزيسي من الجهه اليمنى، حمزه لدب ننتظر تنفيذ التماس من الظهير الايمن، حمزه لدب يلعب كره طويله تعود من دفاع النادي الافريقي من محمد البشبجي في موقع متقدم، ثم حمزه لدب كرته مرفوعه في اتجاه المهاجم الوحيد طارق الزيادي، وحيد لكنه نشيط في طليعه هجوم ترجي الجنوب، العواضي يطباطا يلعب كره لليمين في اتجاه المليتي، طلب كره منذ حين المليتي، العواضي كرته تجي متاخره، ثم بلال العيفة في استرجاع الكره مع خالد السويسي، بلال العيفة الكره في مناطق النادي الافريقي، واللعب مركز في وسط الميدان، ترجع كره لمحمد البشتبجي، محمد البشتبجي لليسار، مهدي مرياح يروض كره ويرفع في العمق في اتجاه العكروت او المسعدي، كره تمشي للركنيه، الركنية في بداية هذا الشوط الثاني مطلع الدقيقة الرابعة لصالح النادي الافريقي، النتيجة ما زالت متعادلة سلبيا في هذه المباراة، وهذا يحيلنا على قلة الاهداف في مباراة الافريقي، وترجي الجرجيس في السنوات الاخيرة اربع مباريات الاخيرة سجل فيها اربع اهداف فقط، والكرة على مستوى ستة امتار بعاد من سيكو ديمبي الى وسط الميدان، ضغط من الدفاع الافريقي لكن ينطلق ديكيتي يرجع عليه الدفاع، ما زالت الكرة مبدا الاسبقية الافضلية ترجي الجرجيس باليمين، والمخالفة بعد تدخل مهدي مرياح، المخالفة لمروان الغول بعد تدخل من مهدي مرياح، اربع دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، اعادة للعملية، انطلاقة المهاجم الشاب مروان الغول، قلت صاحب الهدف الوحيد في المباراة الأخيرة ضد الملعب التونسي، نبيل الكوكي دائما على حافة الميدان، بعض من لاعبي الافريقي اللي يقوموا بالعمليات التسخينية، محمد التراوري، سليم باشا، كذلك يوسف المهيبي امامكم في الصورة، هو الأقرب للانضمام للتشكيلة في هذه اللحظات، على حساب من؟ ننتظر وسنعرف الإجابة. تنفيذ المخالف، مرفوعة الكرة والمتابعة والتسديدة من زيادي، استماتة من الدفاع من خالد السويسي، الأقرب لطارق الزيادي هو خالد السويسي في المباراة، أمير العكروت يحب يمر بالمراوغة ويدخل معه سيكو ديمبي، سيكو ديمبي يتحصل على الإنذار، يوسف المهيبي سينضم، ورد فعل الجماهير واضح، انتظار دخول يوسف المهيبي صاحب الهدف الاغلى موسم 2007-2008 في شباك مكرم دبوب، لما عاد الافريقي من بعيد بعد تمكن وسام معرف من مباغته الافريقي والتسجيل في شباك النفزي، عدل وسام يحيى من ضربه جزاء، يوسف المهيبي اطلق الفرحه في مباراه الافريقي ترجي جرجيس، قلت 3 ماي من سنه 2008 في ملعب 7 نوفمبر بيرادس، لما صعبت المباراه على الافريقي ولما كاد اللقب يبتعد، يوسف المهيبي قد يكون طلع الخير بالنسبة للنادي الافريقي وجماهيره، التغيير يأتي الآن، خروج حمزة المسعدي وانضمام يوسف المهيبي في 50 دقيقة لعب، تغيير أول في تشكيلة الفرنسي لوشونت.